في إطار مكافحة التهريب بشتى أنواعه. تمكنت الفرقة المتنقلة الجمارك بتيرت بالتنسيق مع الفرقة المتعددة المهام بتسلسلة التابعة للمديرية الجهوية الجمارك بشلف على مستوى الطريق الوطني رقم 40 الرابط بين بلدية الرشيقة وبلدية حمادية من إحباط عملية تهريب كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة من نوع ريفو تريل ذات تركيز 2 ملغ قدرت بحوالي 3388 قرص مهلوس مع توقيف المشتبه بهما علامة السيارة سياحية. تأتي هذه العملية في إطار العمل الميداني لفرق الجمركية لمحاربة كل ما يضر بصحة المواطن وحماية الاقتصاد الوطني.